واليابان وماليزيا واندونيسيا وكوريا الجنوبيه. وعدنا بسبب كده ازاي النهضه بتاعتها عملتوها هناك في بلادكم. كلهم قالوا بدينا باصلاح التعليم جميعا. الناس من بتوع كوريا الجنوبيه قالوا بيان ان احنا قلنا هنصلح التعليم يبقى مش هنصرف على حاجات تانية، احنا ما عندناش فلوس كتير على خيبانين وطالعين من الحرب ومن البلد من بدل. فقالوا بيان ان احنا هنشوف هنعمل ايه ونروح ونصالح الناس. قالوا ان لو صلحنا التعليم هنحتاج 7 سنين، فهنقول للناس بالبلد كده ان احنا كل الفلوس الميزانيه بتاعت الدوله هنصرفها على اصلاح التعليم. اوعى حد يقول لي ارسم شارع، اوعى حد يطلب بناء مستشفى، يعني انا هدفع التعليم مثلا. قال احنا ابتدينا بكده وعملنا كذا 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 كذا، وهو ده اللي خلانا في وقت حي صغير جدا، يعني قلنا احنا هتبقى 7 سنين، هي خدت 11 سنه، بس بعد دول وجدنا ان احنا في موقع هام جدا. كل ما البلد تطلب حاجه او كذا تتقدم بها واحنا نكسب، يعني مثلا جت اول حاجه كانت ليبيا كانت عايزه تعمل النهر الصناعي العظيم، وكان هيعملوا انبوبه قطرها 4 متر ومحدش عملها قبل كده. احنا اللي تقدمنا واحنا اللي خدنا العرض، والولاد بتوعنا يروحوا هناك يقعدوا من سنتين لثلاثه ما يتحركوش.